دابا معروف، دابا معروف انه كاين المدرب سي مصطفى الحداوي عنده عقد مع الجامعه الملكيه، ماشي فيه ماشي فيه حتى منتخب وطني فيه حتى تكوين المدربين. حنا المساعدين كنخدموا كفاكاتير، يعني كنخدموا كتخدم اليوم ديالك، يعني كتخلص كتكون في اون كونسونطراسيون. حنا واللاعبين، حتى اللاعبين عندهم يوميه ديالهم، يعني كيجيو للكونسونطراسيون كيتخلص لا جورني ديالو. وبالنسبه لي بريم، كاين بريم دوبجيكتيف. دابا كنا دابا حنا كنتسناو هنا يعني البريم ديال الدومي فينال، شنو غيكون من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كاين دي بريم دوبجيكتيف، اما البريم ديال لي ماتش ما باقي ما كاين والو. دابا العاب تخلص النهار ديالها بالفعل، لانه عنده مصروف جيب. هادشي كاين في المنتخبات كاملين، في المنتخب كيدخل ما حوالي 50 حتى 60 اورو في اليوم، في كيكون خارج ارض الوطن. بالنسبه يعني انا تنقص من ولا كيكون مصروف جيب عادي، ولكن في كون بريم لديتي بحال دابا كنشوفوا الفوتسال اللي داو 200000 درهم، راه كيبان لك بانه جيده باش تكون واحد التحفيز، باش ما تجيش انت المنتخب باش تلعب باش تخلص النهار ديالك، باش يكون حافز ديالك باش دير الالقاب باش تلعب، لانك كتشرف الكره القدم الوطنيه وكتمثل البلاد، خصها تمثلها احسن تمثيل. انا كيبان لي بانك في كتجي كتشارك منتخب وطني ديجا راه مخلص، راه انك كتمثل المغرب، راه خصها تكون. حنا كنا كنلعبوا كنلعبوا فابور، ولكن كيف كتمشي راك تصابيت في مصر في دولي في الغردقه وكنت غنموت، ولكن هذيك الساعه كنت انت لاعب كما قلت لك كيتعزف النشيد الوطني، راه واخا تكون لاعب يعني اي رياضه اي ديسيبلين خصك تمثل على احسن تمثيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.